ينقل بعض امراض خطيره زي الملاريا. 3000 طفل يوميا في افريقيا بيموتوا، اكتر من 1,000,000 طفل في العام. الولد المتصدع، ودي قتلت 600 شخص، يعني بليف ات اور نوت 600 شخص في مصر عام 77 ماتوا من المرض ده سنه 77. اعاده الاصابه تاني 93 و94 و97 و2003. حمى الضنك ان الدرك النزفيه، ودي من 50 لمليون ل 100 مليون شخص سنويا، قتلت 5000 شخص 2010، واصابت 2219 في المملكه العربيه السعوديه وحدها في نفس العام. الحمى الصفراء طبعا موجوده في افريقيا والسودان وجنوب السودان وامريكا الجنوبيه. الشيكونجونيا، وده موجود في فرنسا وايطاليا واسبانيا. الشيكونجونيا حاليا وصل اوروبا، والبعوضه اللي بتنقله من جنوب شرق اسيا بقت متوطنه في جنوب اوروبا، ويعني البعوض هتبقى مشكله خطيره جدا في اوروبا خلال العشر سنوات القادمه. طبعا فيروس غرب النيل وفيروس راس الفرس الشرقي، كل الفيروسات دي بتتنقل من الحيوان للانسان، من الحيوان للانسان، وطبعا بتسبب امراض خطيره. اخر مرض وده متوطن في مصر وللاسف هو بيصيب 120 مليون شخص سنويا في قارتي افريقيا واسيا، وهو متوطن في مصر، والصوره دي لعم محمود من محافظه المنوفيه، وزي ما انتم شايفين الرجل الشمال طبعا الليمفاتيك فيسلز مسدوده من هذا المرض. اين التواجد يرقات البعوض؟ يرقات البعوض متواجده في كل حته، يعني اي حته فيها ميه راكده تلاقي فيها البعوض، حتى زي ما انتم شايفين في مقلب زباله اهو في برطمان مليان ميه جواه يرقات بعوض اللي على السطح دي. هنا في اسنا، في اسنا طبعا المايه طلعت من الترع ونزلت على الجوانب فاضت في بعض المناطق، نقلت لهم الملاريا من خلال وجود الانوفلس، فطبعا مشكله خطيره. احنا هنا طبعا بكل حته في الترع في القنوات المايه الراكده، وطبعا المايه بتبقى فاسده للاسف كمان، لا ينمو فيها الا البعوض، ما لقيناش حاجات ثانيه، بعوض فقط. وطبعا ده في منتهى الخطوره يعني. مش عارف المفروض ده ان هو الفيديو يعرض. ده واحنا بناخد عينات من المناطق المصابه او يعني المنتشر فيها يرقات البعوض. ولو عملنا كلوز اب، لو هنعمل كلوز اب على ده على المنطقه دي، هتلاحظ هنا يرقات البعوض هي عايمه على وش الميه بكميات مهوله. بنجمعها من قناه واحده من منطقه، يعني حاجه صغيره كده. اول حلول مقترحه، ان عندنا حلين للموضوع ده. الزيوت النباتيه العطريه تركيز 1000 جزء في المليون، ومكونه من زيت العطر والكافور والورد، زيوت كلها امنه ولكنها قاتله جدا للبعوض. وانا على فكره انا معايا هنا البعوض ومعايا الزيوت لو تحبوا. التجربه بتاخد ربع ساعه بس، مش بعوض طاير، يرقات لسه ما طريتش، هنوزع بعوض مجانا فطبعا زي ما تشوفين الزيوت دي بنستعمل، بنقلبها، عباره عن ان احنا بنجمعها، بنجيبها من الهند، من الصين، من مناطق ورخيصه جدا، في حاجات رخيصه جدا من الصين، وكل حكايه ان احنا بنضربها ببعض في خلاط على سرعه 3000 لفه، وده موجود اوريدي، احنا عملناه وجمعناه من الناس بتوع الستينلس في رشيد، عملنا الجهاز وخلطنا زيوت وجايبين الحمد لله نتائج كويسه جدا. طبعا احنا بس هنحتاج اللي هو المجنسات، وتجنس الزيت النباتي زي ما انت شايف المجنس بيبقى غالي شويه، يمكن نحتاج دعم كده يعني. ده الفيديو ده متاخد في ايطاليا، ان في شركه في ايطاليا عندها استعداد تشتري المنتجات، وطبعا عندنا زي ما انتم شايفين يرقات ميته، يرقات البعوض هنا ميته من المنتج نمره 6. انا بعت لهم كذا مركب لغايه ما وجدنا النمره 6 هو اقوى نتيجه الابعاد التجارب، يعني اللي هو اقوى حاجه. الزيوت بتنوض كل اطوار البعوض، يعني البيض والحشره الكامله واليرقات والعذاره جميع الاطوار. بعد كده الجزء الثاني الديدان الاسطوانيه اللي هي النيماتودا، وده تخصصنا ايضا في المركز بتاعنا. فاضل 1 مليون. حاضر. والنيماتودا زي ما انت شايف بتموت اليرقه وبتطلع منها، بس بتقضي من 7 ل 10 ايام جوه اليرقه. ادي النيماتودا وهي بتسبح باحثه عن يرقه البعوض لغايه ما بتلاقي اليرقه وبتعمل بينتريشن، وهي هنا بتعمل هي داخله. ودي على فكره لقطه نادره جدا خدناها طالبه منار مصطفى سند، واخده على فكره احسن جايزه احسن رساله دكتوراه السنه دي في زراعه القاهره،
وانا مشرف عليها. الحاجات دي اللقطات دي بتتاخد في المعمل عندنا، وده دخول اليرقات. بعد ما اليرقات بتخش بتقعد من 7 ل 10 ايام جوه، وبعدين بتطلع بحيث تموت اليرقه، واليرقه صاحيه لسه والنيماتوره بتطلع منها، واليرقه هي صاحيه قدامكم وبتتحرك، والقلب بينبض، القلب بينبض والنيماتوره طالعه. طبعا انواع تانية من النيماتودا برضو. هنا في 3 افراد من النيماتودا وكلهم فيميلز. الفيميل الواحده بتحط لي 5000 بيضه، الفيميل الواحده. وسبحان الله، الله ربنا خالق الداء والدواء في نفس البيئه، وبتطلع وتموت اليرقه وبتتجمع بعد كده الفيميلز. طب احنا هنضطر معلش، وهو بتعمل كتل مع بعض. المهم ان احنا عاملين ايه، احنا طورنا طريقه التربيه بحيث تبقى اسرع واسهل واقل في العدد، في عدد الناس اللي شغالين الفنيين، وارخص. العماله في مصر ارخص من اوروبا وامريكا، فاحنا ممكن نصدر المنتجات دي بره ان شاء الله. وعندنا السودان وجنوب السودان والسعوديه، والحمد لله يعني ان شاء الله المجال هيبقى مفتوح قدامنا ان شاء الله. شكرا، الف شكر. زين سعيد من هندسه الاتصالات القاهرة دفعة 2014. مشروعنا النهاردة هو Arabic Mobile Arm Glove. هنتكلم عن introduction عن المشروع، وهي هي الفكرة نفسها والبروتوتايب بتاعنا، وفي experimental demo في الآخر. ايه المشكلة أصلا؟ المشكلة ان الديف بلايند بيبول دول الناس ما بتقدرش تتواصل مع المجتمع بأي طريقة، لأن هو لا بيسمع ولا بيشوف، فهو مفيش تواصل غير عن طريق اللمس. فهي دي جت من هنا فكرة المشروع. دورنا عن اي طريقه للكوميونيكيشن عندهم، فاكتشفنا في المانيا ان في لورم لانجويج، وهي دي طريقه، هي دي لغه ان هم بيقدروا عن طريق التاتش يقدروا يتكلموا. يعني هو لو 2 اصحاب الاعاقه قاعدين مع بعض، لو مسكت ايده وقلت له ضغطت في اماكن معينه في ايده، بيقدر يفهم عن طريقها انا قلت ايه، فاقدر اكون كلمات وجمل باللغه دي. مشروعنا ان احنا عملنا جلوف بيقدر بيلبسه الديف بلايند بيرسون، وعن طريقه بيكتب اللي هو عايزه، وده بيقدر يتحول لتكست. التكست ممكن يتبعت SMS لاي شخص تاني بحيث ان هو يعرف هو عايز يقول له ايه. والناحيه التانية ممكن الكلام ده يتنطق في صوره سبيتش، ان هو يقدر يسمعه. فاحنا كده سهلنا ان هو يقدر يتواصل، ان هو سواء حد معاه في نفس الاريا او حد معاه بعيد، ان هو بعت له SMS او استخدم عمل كول، ان هو يقدر يستخدم SIP بروتوكول، ان هو يبعت يعمل كول مع حد تاني. ده فيديو بيوضح الفكرة في ألمانيا، هي أصلاً اللغة الألمانية. هي دي طريقة اللغة، ان هما بيمسكوا ايده ولما اضغط له في اماكن معينة بيقدر يفهم انا بقول ايه، عن طريق ماب موجودة في المانيا باللغة الالمانية. احنا حولناها عملنا ماب زيها بس بالعربي، بحيث ان تقدر تسبورت اللغة العربية. ده شكل الجلوف اللي اتعمل في المانيا السنه اللي فاتت. احنا عملنا حاجه شبه كده بس بسبورت العربي، وبيقدر من خلاله ان هو هنا كان بس بيتبعت بس كتكست بس، احنا قدرنا ان هو يبقى في اندرويد ابلكيشن بيكونكت معاه، ان هو بياخد الانبوتس اللي جات له من هنا للاندرويد ابلكيشن، من خلاله بيقدر يبعت SMS لاي حد بعيد او ينطق الكلام ده، عشان لو حد معاه في نفس الاريا يقدر يسمع يعرف هو ايه. بيبعت SMS باني لغه؟ لأني لغة يعني بالعربي يعني؟ بالعربي، أو بالعربي كله بيسبورت عربي. تمام، ماشي. ده شكل البروتوتايب بتاعنا، ان احنا عندنا هنا دي السنسورز والفايبريتورز اللي عندنا، الانبوت يونت، وادي الكنترول يونت بتاعتنا، ان احنا من هنا بنقدر نبعت بالبلوتوث عن طريق ادي البلوتوث موديول، ان هو يبعت للاندرويد ابلكيشن اللي موجود معانا. الانبوت يونت عندنا كانت بريشر سنسورز، ان هو بيقدر يدوس على سنسورز بتقدر يعني يبقى كده عارف هو عايز يقول ايه.
الاوتبوت بقى ان هو فايبريتنج موتورز، ان لو حصل العكس ان هو وصل له تكست وهو برده شخص مش سليم، يعني المفروض ده فايبريتورز بتفايبريت في نفس الاماكن كورسبوندنج للسنسور، فهو كده فاهم كانه قاعد جنبه وضغط له. يعني انا قلت لك الف احمد مثلا. السنسور ده معزول عن البودي نفسه ولا له علاقه بالبودي بمكان في الجسم؟ آه لا، هي اللغه بس، هي ماب، يعني هي اللغه كانه عامل حروف، كانه عامل كيبورد. ايوه الكيبورد على ايده بس. هي شكل هي شكل الماب اهي، ان احنا مثلا حاطين كذا سنسور، كل سنسور مثلا لو ضغطت عليه مره واحده فده معناه الف، لو اتعمل له فايبريت مره يبقى ده الف، لو بنفس الكلام بقى على الطريقتين، يعني سواء بيستقبل او بيبعت. ده فيديو احنا بقى عاملينه بالاندرويد بتاعنا. ده محتاج يتدرب مش كده؟ محتاج يتدرب. هل ممكن يتعامل مع المجتمع بقى بنفس السيستم؟ يعني معايا انا وانا قاعد بره كده ممكن يتعامل معايا؟ ما هو كده، هو لو انا مع حضرتك في نفس المكان، انت بتكونكت معاك السمارت فون بتاعك، بتكونكت بالبلوتوث على الجلوف اللي انا لابسه، اي كلام انا بكتبه عليه بيظهر لك على الموبايل، وممكن يبقى صوت، ممكن احمله بيتنطق عندك. اعمل باتل ريكوجنيشن واحمله. الفيديو مش شغال ليه؟ شكرا. الو. انا نورا جلال. احنا عارفين ان في مصر في نسبه بطاله كبيره قوي، 13% و45% تحت خط الفقر وغير متعلمين، والعظيم في ده ان في 30 ست هي اللي بتعيل البيت وهي اللي بتصرف عليه. فانا فكرت ان انا اعمل حاجه لست 30% مش 30 ست. سوري 30% بيعيلوا البيت. وانا فكرت ان انا اعمل حاجه للستات دولت اللي بيبقى دخلهم من 400 ل 800 جنيه في الشهر، ان احنا ننتج حاجات ويبقى ليهم نسبه في كل منتج احنا بنعمله، فتبقى الشركه بتكبر والستات دولت برده بيكبروا من خلال ان هم بياخدوا نسبه في كل حاجه المصنع بينتجها. وبالفعل احنا عملنا كده في اول كولكشن طلع، ونسبه الدخل بتاعهم زاد بنسبه 25%. واللي احنا بنعمله هو هدوم للبنات وللسيدات، محجبات غير محجبات من سن 18 ل 30. وفي نفس الوقت احنا عايزين نبقى بنوفر كل المقاسات. احنا عملنا استبيان رأي، لقينا ان في مشكلة مقاسات كبيرة قوي، ان 47% مش بيلاقوا مقاساتهم، وفي نفس الوقت في مشكلة في الجودة 51%. بس في نفس الوقت احنا عايزين نعمل حاجة سعرها كويس وشكلها حلو، فاحنا بندخل فيها حاجات هاند ميد. في نفس الوقت ان الستات دي مش الهدف بس ان احنا نكون بنديهم فرصة عمل وبنزود دخلهم، احنا عايزين نشجع الستات دولت ان هم يخشوا في سوق المحو امية وان هم يكملوا تعليمهم. وفي نفس الوقت ان الستات دي بيبقى ليهم حلم، مش فكر بس ان انا اديها فلوس وكملي تعليمك، لا، انت حلمك ايه؟ انت نفسك تحققي ايه؟ نفسك فصلي فساتين، نفسك تعملي ايه؟ وان انا سعيده اتحقق ده من خلال المصنع. احنا هنبقى بنبيع اول حاجه اونلاين. شفنا ان في الشرق الاوسط البيع الالكتروني تقريبا 5 بليون دولار، و8% في مصر، و69 منها ملابس، بيشتروا ملابس بس اونلاين. فاحنا اول حاجه هنبقى بنبيع ثرو جوميا، فيسبوك، انستغرام، والبارتنرز بتوعنا معهد جوتا الالماني، ده كنا طلعنا رحله 7 ايام لالمانيا وومن امباورمنت، فيركس اخذنا تدريبات عن اداره الاعمال اتش ار، ايديوكيت مي دي بالفعل مؤسسه اهليه شغاله في نفس المنطقه اللي من خلالها بندي للستات فصول محو الاميه والفصول اللي هم عايزينها، او تاد معنا مرشد لمده 3 شهور، انكتس مش هدف بس ان رفاية تبقى شغالة لوحدها، دولت طلاب جامعة في جامعة السويس هيبقوا شغالين معنا ماسكين الماركتينج. لحد دلوقتي معنا فاشن ديزاينر اسمهم جاسمينيكا وياشمك، دولت محل بالفعل بنبيع من خلالهم. احنا عارفين ان في مصر في لبس كتير قوي ومحلات كتيرة، بس الاختلاف ان احنا بنعمل حاجات فيها هاند ميد مش موجودة، ولو تبقى موجودة ما تبقاش ديزاينز اللي احنا نقدر نلبسها في اي وقت. وفي نفس الوقت بنخدم سوشيال مسج بس مش خيريه. وما عملنا استبيان الراي، 70% من الكاستمرز قالوا ان هم ذا ار ويلنج ان هم يشتروا من عندنا لو احنا بنسيرف النيدز بتاعتهم. والهدف بتاعنا ان احنا نبيع من خلال ان احنا نرضي الكاستمرز، مش ان احنا بس نبقى بنبيع وهدفنا ان احنا نجيب فلوس.
واسعارنا اقل 25%. دي حاجه زي اللي انا لابساها رفيع عاملاها، لو حبيت البس حاجه بكمام واخرج بيها 100 150، اللي انا لابساها دي ب 80 جنيه.